آيات كلا إلهي وحقوة المام يوضرب له مثلا تدك تصالوا يا الباء إلهي مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض سيدي روب عرك كيمي أو نلك كو قصمي أو دبتنا نرصو ساري كدبنا فأصبح هشيما به إلهي نقضي هشيم دمى عوسكو مركو انجيجي 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 مركا دبوح نغضا محي دمى بو نغضا حنصص بو صابها دمى نغضي با الهي لي دمى قاسو تدروه الرياح دبايشو اي ريح له دمى دبايشو اي قاضه وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا با الهي مركا وارهو ابن حولها يعرور طي وحن ودمي وزينة الحياة الدنيا وأنا لش دل دلال كذي ما هدب تيدي لش هدب تيدي ما هي ودل دلال كذب تيدي وما هي والباقيات الصالحات خير كو هدا يه ونكسر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إنك الدرهم كي سبحان الله كأين لفيعة دولار كي سبحان الله إلهي وحلي وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وردوا عياري اللهو بأي لهي آخرة سه لهي الحيوان إذا نلش أبليد نلل هدات ربطه تدبا نلل تاني نلل ماها مقع موضته تنلش هو آخرة إلهي لي سبحانه وتعالى مركي إلهي وغيسيس كاين السيئي علمي قال الله ينوش هاي أي إلهي النبي يسي سيقارة ولا دردار محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وحن نبي قوت الماما يا قار بربرارة يا ذاك الدونتا يو زينة حياة الدنيا يسكو مشغولي أدقى سمحان كل إبا إلهي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى إلهي النبي يسي بمركة الله هذا يا وحولي إيش هو تاقي وحنا نغرى حيني أزواجا منهم كوحو أصنافيا كاملة وأه زهرة الحياة الدنيا زهرة وحلا إلى هذا فلاورك أبحى أبحى نولول هذا أبحى وحا معروفة أنتو قارين ودعي دوره سعي كما قيد أبحى اسك ساري يميا داركت أبوح مصر هذا نرتا وليب أبوح بيد هذا وحور سيدو إيه قصد قوام مدح يدكو مركو أبوح بحية كنت يبو مدح بحية مركو مدح هذا قصر أبوح وداتا إلهي وحولي زهرة الحياة الدنيا اللي نفتنهم فيه كون أبوح دون أن كو امتحان إنه يا مسي نسان وإتحان نبا إلهي لي قرد كي وحيلين بوين لا يتحامو إذن إلهي النبي يسي محمد عليه الصلاة والسلام حولي ورقوة إشادو يي راع راعي وأبحا يري الدمية ويغل وإيغ يبرنا إلهي ومهاد نقاني يين كالي سيدا أبحو وقرح بدني هاي أيا الدون كنا إلهي كنت المماما يا من نبي قولي يا دنيا حلوة خضرة وتم معان وعقاربا إلى هيني أدونك تضرنا مسكوها يسطو حجم يسو ينتو لي عند الله سبحانه وتعالى إلهي بولي إنه ورمي يوحو لي قل متاع الدنيا قليل والرحاء الدنيا ووحي يربا إلى هيني والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ورا آخرة يتضم بأو خير بدن منك الله كعب صدا وردوك حتى هداد بالبرسطه ومالمه مالمه هنا عندات ما أنت الظهر كي عمتي حتى بردد منك ريسا بسردك وحي لها انت أفكا كجرتي انت أم بي لها يتصمعي وليابا عنا معامبان ونيدو كانده وانت هل كامريسا هل كاهدي قاعدو ردن ماله هل كامر كامر سعون ودمو اسكو نوع
garowga iyo biisada iyo solaya iyo maxaa la yidhahda suwaarka iyo iyo galleyd iyo faracad waa isku mid markay halkaa gaadhaan, maxay kala gedisan yihiin inta ay carabka iyo labada daan dhexdooda joogaan? Nolosha adduun oo dhammina waa sidaa. Haddaad 1000 sannadood soo raaxaysanaysay oo sanadka u dambaysa lagugu yara geejiyo, 1000 kaa xasuusan maysid. Maanta oo dhan haddaad 10 sannadood soo caafimaad qabtay oo 2 maalmood sakaraadka lagugu yara dhigo, labadanunbaad dhadhaminaysaa. Wixii hore oo dhammi iyo wixii aad caafimaad ku soo jirto dhadhanan ma leh. Idan nolosha adduunyo dhan waa sidaa. Nolosha adduunyo dhan qul mataacu dunya qaliil baa ilaahay. Nolosha tan raaxadeed waa wax yar, raaxadeed waa wax yar, waa wax yar. Sakaraatu lmowt iyo gaariyaba ka dambayso, haddaanay kaaba tegin intaad nooshay ay ka dambayso. Maxaa wax tara wixii aakhira wax gooya? Nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam oo u sharxaya dadka dunidu siday u eegtay, xaqiiqadeedu maxay tahay, ayaa wuxuu yidhi ina matcama bni aadam duriba lidunya mathala, nada bini aadamka ayaa adduunka tusaale looga dhigay. Oo waa maxay? Mathalan bima kharaja min ibni aadam wain qazaxahu wamallaxahu fandur maada yasiir. Riwaayadka qaarkood nin saxaabiyo Xakim ibn Sufyaan la odhan jiray buu yidhi cunnadaadu waa maxay? Rasuul waa cadi caano, waa labadii ugu fiicnaaye marka arabi heli karaysa, ama adduunka maanta joogaba cunnooyinka ugu fiicana waa cadi caano buu yidhi. Rasuul kadibna maxay noqotaa? Waxaad ogtay bay noqotaa buu yidhi, afka muu soo marina waxaan cunnada dhadhanka loogu yeelo xawaash, xawaashka iyo waxaan lagu dardaro kamoon iyo kamsare iyo waxaan islaamo ay ku daraan baashu si ay dhadhan macaan u yeelato, weligaaba buu nabigu yidhi qasax u samee dhandhanaan iyo macmacaane, weligaaba milixee baa la yidhi fandur maa yasiiru ilay. Aakhirka marka aada musqusha tagto waxay noqonaysuune aaba laga yaabaa say u kala dhandhanaanayd inay hadhowba kala fool xumaato. Sida daraaddeed nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, waxaad doonto ku sameeyo waxa kan unbay soo baxaysaa, sidan unbuu noqonaya. Maaalkeedu buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. Ayuha alaxiba, rabbi wuxuu ogyahay inaynu adduunka iyadoo usaayan ugu warrabay haddana inaynu jecelnahay. Markaasaa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa kutubtu soo dejiyo dhan inuu masaladaa dadka ugu sheegay, maaha masale hadda bilaabantay ba ilaahay leeyay. Intii bini aadamka lala hadlayay waa looga warramayay tan. Markaasaa innagana layna faro sunnadii nebiga ay tahay ugu yaraan 7 walba inaynu mar akhrinaa aayaadkaasi wa dhegaysano. Markaasay weliba sunnada ka mid tahay haddaad habeenkii witirsanaysana aayaadka lagu witirsaday inay ka mid tahay suuratu laclaa sabbix isma rabbika laclaa. Soo inta badan jimcaha ma akhriyaan a'imada masaajidku, waa xasuusin layna xasuusinayo inta badan alaclaa iyo ghaashiya ama qaafiyo, kuwaasuu nabigu ku akhrin jiray jimcaha dadka, aakhirana la xasuusinayo adduunkana looga digayo. Witirkana sunnahay ka mid tahay inaad iskaga witirsato suuradda tan akhrido. Ilaahay suuradda muxuu ku leeyahay bal tu'thiruuna alxayaata addunya walaakhiratu khayrun wa abqa ina hada la fi suxufi alula suxufi ibraahima wa muusa. Waxaad door bidaysaan baa ilaahay yidhi noloshan adduunya idinla macaan.